علامات الساعة الصغرى انتهت. كثرة النساء الكاسيات العاريات، كثرة الخمر والزنا في بلاد الإسلام، موت الفجأة، تطاول البنيان، انتشار المعازف والأغاني بشكل كبير، الفتنة والفتنة ثم الفتنة، تشبه الرجال بالنساء. ألم تلاحظ ظهور كل هذه العلامات؟ تخيل إنك استيقظت في يوم من الأيام وسمعت صراخ الناس وكأنهم أوشكوا على الهلاك، ينظرون جميعهم إلى السماء بدهشة. نعم، إنها الشمس قد أشرقت من المغرب. أتعرف معنى هذا؟ أن باب التوبة قد أقفل وقد رفعت الأعمال إلى الله، خيرا كانت أو شرا كانت، بعدها لم تعد تنفع توبة تائب. ومن علامات يوم القيامة الكبرى ظهور الإمام المهدي، ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى عليه السلام، شروق الشمس من مغربها، أبواب التوبة تغلق، خروج يأجوج ومأجوج، وسيقتل جميع المسلمين لكي لا يشهدوا بقية العلامات.